نرحب بكم مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في معايش. وصلنا إلى فقرة قضية الأسبوع. قضية اليوم سنقف مع قطاع إنتاج الألبان والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، وآخر المشكلات التي انضمت لحزمة من الأزمات داخل القطاع، أزمة انعدام دواء الفاكسين. اليوم سنقف أكثر عند هذه القضية وتأثيرها على إنتاج الألبان ومخاوف من نفوق عدد كبير من الأبقار نظرا لانعدام الفاكسين. بنسعد انه يكون معنا اليوم ضيفنا الاستاذ محمد عثمان عوض الكريم، رئيس غرفه الالبان. اهلا ومرحبا بك معنا في معايش. مرحبا بك استاذ محمد. انعدام الفاكسين ازمه جديده تضاف الى ازمات قطاع الالبان، ما اصل الحكايه؟ والله في الحقيقه هي انعدام الفاكسين ما ازمه جديده، ازمه لها 3 سنين تقريبا، ونحن متحدين من 3 سنين انه الباكسين ده يجي ونحل مشكلة المرض بتاع ابو لسان. هو مرض خطير جدا، بيجي في فترة الشتاء غالبا وبيصيب الابقار وبينقص انتاج الابقار لاكثر من 60% و70%، وبيؤدي الى نفوغ المواليد الصغيرة العجول، وبيسبب امراض دائمه للابغار ما بتعالج. اسم مرض اسمه الهيش، بيعطل البقر نهائي، يعني البقر بتكون ما عندها اي راجع ثاني، المفروض تبات ما عندها اي حاجه. وهو مرض خطير جدا ومرض مؤثر جدا في القطاع بتاع الالبان، ونحن لنا تقريبا 2 سنين متهدين انه الفاكسين ده يجي، والسنه اللي فاتت ما جاء والابغار أصاب المرض ده وعطل الإنتاج. في ناس لغاية الآن إنتاجهم معطل من السنة اللي فاتت بنسبة كبيرة، وسعينا لأنه الفاكسين ده يجي، ومشينا قابلنا وزير الثروة الحيوانية الأول قبل الوزير الحالي، والوكيل القبالو والوكيل البعدو والوكيل الحالي، وقابلنا الوزير الآن، وكلها فيه موجودة وعود، لكن حتى الآن ما في أي شيء على الواقع. والمشكلة دي وقت أقرب، يعني المرض بتاع الوسان ده دائما بيخش في الشتاء، يعني في شهر 12، في شهر 11، واحد أول ما الوقت تبرد كده الفاكسين ده الفيروس ده بينشط وبعد ده بيشتغل في البقر يعني، وهو بينتقل بسرعة شديدة جدا يعني. و الأبقار بتتعادى من بعض البعض يعني؟ طبعا هو بعدوى، هو طبعا بيتنقل لمسافات طويلة يعني، وأول ما يبدأ الفاكسين بيكون الفيروس بيكون موجود، بعدين بينشط في الشتاء يعني. يعني زي الأمراض بتاعت الكورونا والحاجات اللي بتظهر حتى في الشتاء وبتظهر في الحتة الباردة دي، وده في ده دايما بيظهر في البرودة. أول ما الواتو تبرد بيضرب البقر وبينتشر بسرعة جدا يعني، مرض معدي جدا. نحن متحدين مع الوزارة حقيقة عشان نحل المشكلة دي، وإن شاء الله تحل. في وعود كثيرة واستجابوا، وفي موجود وكيل جديد جه في الوزارة وعدنا إنه حيحل المشكلة دي، وإن شاء الله إن شاء الله تحل، لأنها مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني أصل المشكلة بدت من وين وشنو الأسباب، يعني لماذا الانعدام في هذا اللقاح المهم؟ اللقاح ده طبعا هو كان بيجي من برا، بيجي من كينيا وبيجي من خارج السودان يعني، وزمان كان بيجي بطريقة منتظمة، وكان بتجيبه الوزارة وهي ذاتها بتطلع بعرباتها وبحاجة تخش تمشي المزارع تعمل التطعيم للأبغار وكده. فالحاجة دي كانت من 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 سنين ورا كثيرة يعني، لكن في 3 سنين الأخيرة دي انعدم الفاكسين، والمشكله بقت مشكله قروش، ويجيبوا الفاكسين ويحول دولار وكلام زي ده. اختوالي وقفت القصه دي، لانه اي حاجه تجي من بره محتاجه قروش بتجيف، ما في قروش يعني في وزاره الثروه الحيوانيه، ما في كده عشان تجيب الحاجه دي يعني. نعم استاذ محمد، يعني ما هي خطوره الوضع في ظل هذا الانعدام الان؟ والله هو طبعا مرض مدمر جدا.
يعني المرض ده ما 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 الابغار ما بتنتج البان، العيون الصغيره اللي بتعمل لك احلال للابغار بتنتهي، و يعني مرض خطير، يعني مرض بيؤدي الى انهيار الغطاء ده زياده، ما هو تعبان حيتعب زياده يعني الغطاء. فأس الناس بتاعت المربين كلهم في انتظار انه الباكسين ده يوصلهم يعني. يعني دائما كل هذه المشكلات بصاحبها لابد من اهتمام من قبل الجهات المسؤولة. الآن ما هو يعني موقف وزارة الثروة الحيوانية من انعدام هذا اللقاح؟ والله أنا قلت لك إنه في وكيل ادانا وعود كثيرة، والوزير قابلناه مرتين وبرضه مجتهد إنه الحاجة دي ترجع تجينا، يعني الباكسين دي يجينا، لكن هي وعود لحتى الآن ما ظهرت حاجة، ونتمنى إنها تتنفذ يعني. ففي وعد قوي جدا من وكيل الوزارة حس إن الحاجة دي حيحلها. نعم. وكان في انتظار الوزير، الوزير كان مشى فرنسا عندهم معرض أو كده، فقال لما يجي الوزير هو حيناقش الموضوع ده معه، ويمكن تحل القصة دي وإن شاء الله تحل يعني. نعم. المشكلة في الآخر مشكلة بتاعت قروش يعني. وين لقوا القروش بيجيبوا الباكسين. يعني انتم خاطبتوهم بصفه رسميه ولا كيف؟ طبعا اكثر من ثلاثه اربعه مرات مشينا، قعدنا مع الوزير مرتين، وقعدنا مع الوكلاء ديل ثلاثه مرات، وقعدنا مع الوزير الموجود الان، وقعدنا مع الوزير القبال، وقعدنا مع الوكيل القبال والوكيل القبال كثير يعني. اللي احنا ما الحته دي ما سكتنا منها كله، وحتى الان يعني حتى الان احنا مواصلين يعني، لانه ده مرض من الامراض الاساسيه المدمره يعني. فنتمنى انها تتحل وربنا يسهل امرها يعني، لانه بالحاصل حس في الالبان والندره بتاعت اللبن الالبان والقطيع الماشي متهالك ده كمان. المرض ده يعني بينتهي من الوضع كله، مرض صعب يعني. الحل الآن برأيك متمثل في الوعود اللي بالضبط؟ نعم، وعود السيد الوكيل بالضبط. نحن بس عليه وعود، ومن ما عندنا حلول تانية ولا عندنا اتجاهات تانية. ما في بدائل؟ ممكن نقول إنه في بدائل نلجأ لها لأنه نحسن من التحسين مثلا يعني، أو تقليل مثلا ما يخص الانتشار الكبير. الباكسين ده ما عنده حل، ما لازم يجي الباكسين ده ويطعم البقر يعني، ما عنده حاجة بتخفف الشغلة دي، ما في يعني. ونصير إنه خشف البقر حينتشر يعني، ما في شيء. أنت بعد ذلك بتستعمل علاجات للبقرة. أيوة. لكن ما حاجة دي، ما فيروس، الفيروس ده ما عنده علاجات هنا يعني. فتبقى دي تتخففي في حاجة، هو بيصيب اللسان بجروح والبقرة ما بتقدر تاكل، وبيصيب كرعينة بجروح. هاي فانت بتحاولي تدي البقرة انتيبايوتيك خشمة وتديها قرض وتعملي نقعد بنستعمل حاجات كده معينة نحاول نخفف بها المرض في البقرة، لكن في الآخر ما في يعني. زي ما قلت لك الكورونا بيقول لك بدوها حاجات يعني، بدوك ما بعرف انتيبايوتيك وبتاع، لكن في الاساس ما علاج يعني، بس حاجه تحاول تخفف. تحاول يعني بتلجوا لانكم تحظروا مثلا الابقار في حظائر مختلفه، مثلا تطهير الحظيره، المساله دي ربما يكون لها تكاليف الاقتصاديه يعني، مثلا واحد بيحتاج لعدد اكبر من الحظائر وطاقم اكثر في انه يدير يعني الابقار المصابه ويراعيها. انت شوفي لما يدخل لك المرض ده في المزرعه ما بتقدري تحصري منه بقر ولا كده، لانه هو بيمشي لكيلومترات خليك من حته يعني. لو خش في 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 في, في المزرعه بالتاكيد بيمشي المزرعه كلها، لانه بينتقل بالهواء يعني، بيمشي مسافات ممكن يمشي 3 كيلو 4، فما بالك انت حتكوني كلهم في فدانين، بيمشي طوالي. نعم. بتنقل يعني، ودائما بتنقل بال 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 بالعربات بتاعت الروس بتاع البقر، العربات اللي بتيجي تشيل الزباله وبتيجي تشيل الحاجات دي. نعم. فبتيجي من مزرعه عندها المرض ده، بتيجي تنقله للمزرعه او في الالات بتاعتها اللي بتشيل، بتنقله لك للمزرعه دي، بتنقل للمزرعه دي وكده. فبتداول يعني، بتنقل يعني. المساله صعبه تداركها في لحظه، صعبه انك تفصل بقره ولا تزيح بقره، ما 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 بحل. خش في المزرعه بيضرب المزرعه كلها، لانه قلت لك انتشاره لحته كبيره يعني. انت اذا شلت بقر فصلته لمسافه بتاعت 100 متر 200 متر 1000 متر ما حيفرق، بيتصلوا يعني. فمشكله ما عنده حلول الا الفاكسين.
نعم أستاذ محمد، يعني انعدام الفاكسين وعدم وجوده بيقودنا لأزمات أخرى، يعني تتمثل الآن في قلة إنتاج الألبان، كذلك ما يترتب عليها من زيادات على أسعار الألبان. يعني آخر تصريح لمنتجي القطاع ستكون الزيادة بنسبة 50%. المنتجين هم بيتكلموا عن زيادات مدخلات الانتاج، وليس ما بيتكلموا عن الفاكسين في انه هو حيزيد السعر. الفاكسين ده مشي حق يعني لسه ما حصل، يعني المرض ده حاجه حقت ربنا سبحانه وتعالى، قد يجوز ما يجي. يعني نحن في سنه ما جانا بدون فاكسين بدون شيء كده، ما جانا السنه اللي فاتت جاء، فدي حاجه حقت ربنا سبحانه وتعالى. لكن هم بيتكلموا عن ارتفاع الأسعار دي لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج تحت الألبان. اللبن ده زيه زي المصنع، أنت بتدخلي للبقر ده أكل، البقرة دي بتديكي لبن، التكلفة بتحت الأكل ده بتطلع عليك اللبن. يعني أنت تكلفتي الرطل كلفك 300 جنيه، معناته مفروض اللبن اللي بتطلعيه ده على الأقل تبيعيه 320 جنيه عشان تكسب 20 جنيه. لكن أسهل المنتجين ديل أغلبهم اللبن مدخلات الإنتاج دي بيجيبوا العلف، وبيجيبوا العلف الأخضر والعلف المركز بيدوه للبقرة، والبقرة بتديهم لبن. اللبن اللي بتديهم ليه ده ما بيكفي مدخلات الإنتاج بتاعه، يعني ما بيكفي الأكل اللي بتاكله البقرة عشان تطلع اللبن. فعشان كده كل ما زاد السعر بتاع الحياة بيزيد سعر اللبن. وبعدين اللبن ده حسب يتباع في السوق ب 500 جنيه يقول لك 450 وكده، اللبن ده بيطلع من المزارع ب 280 جنيه. يعني اللبن ده بيطلع من المزرعة في أماكن ب 350، يعني الآن أماكن كبيرة من خرطوم رطل اللبن ب 350 350، وفي أماكن أقل وفي أماكن أعلى. فكل لا ما أعتقد في أقل، يبدو لي 350 دي أقل حاجة، هي أقل حاجة. ما هو عيني أنا بقول لك، هي تضريبات نحن بنطلعه الآن من المزرعة ب 280 أو 285 الرطل. فشوف الزول اللي بيشيل اللبن ده بيتكلف، بقى الترحيل بتاعه غالي جدا. بقى عشان يشيلوا داير له غاز، بيقطعنا البغالات دي اللي عادة بيفوروه عشان ما يبوظ، عشان ما كده داير تلاجة يتخطى فيها، ففيه تكلفة تاني. فيا أخي لما نطلع مني أنا ب 280 وأنا ما مكمل لي تكلفتي، أنا عشان أكمل تكلفة الرطل ده من البقرة داير لي 320 ولا 310 عشان أكون خطة. يعني أنا هسه بطلع اللبن بتاعي بيطلع مني بخسارة، يعني بتتغطى بعجول، بتتغطى ببقر منتهي اطلعه كده. لكن سعر التكلفه بتاعت اللبن ده بيطلع لي من البقر ده الان اكثر من 300 جنيه، وانا باخد فيه 280 285 جنيه. طيب الزول اللي بيشيله وبيبيعه ده في عنده مساحه، انت بتقولي 350 و400 وحاجه زي دي بتبيعها، المساحه بتاعت ال 125 دي ولا ال 115 ولا ال 100 جنيه دي هتلاقيها تكلفه بتاعت ترحيل الرطل، تكلفه بتاعت تبريد، تكلفه بتاعت تسخين، في ناس بيسخنوا، فبتكلف. يعني التكلفه بقت عاليه، يعني لاي شيء يعني بقت عاليه عشان انت توصل الحاجه دي للمواطن، بقت في تكلفه. يعني الحياه دي كلها بقت غاليه، الكهرباء، البنزين، ال دي كلها بتاثر تاثير شديد جدا في اسعار اللبن. يعني عندما يصل يتحمل المواطن هو سعر هذه الزياده المعلنه، يعني برايك يعني ما ذنب المواطن في تحمل تعقيدات ومشكلات ممكن تحلها جهات اخرى؟ يعني والله هو المواطن ده طبعا مظلوم، مظلوم ظلم كثير جدا جدا. ونحن يعني الجهات المسؤوله هي الان العلف ده بيزيد لانه بيتصدر خارج البلد، يعني الانباز بيتصدر خارج البلد، الزوره بتتصدر خارج البلد، الرودس بتتصدر خارج البلد، المولاس، يعني الحاجات اللي بياكل البقر كلها بتتصدر عشان تجيب دولار. ونحن ما مكتفين، نحن بناكل وبناكل الحاجات دي وبننافس سعر الدولار اللي بده، يعني دولار سعر كبير، يعني سعره كبير الان. فالناس اللي بيصدروا ديل بالتاكيد بيلقوا ارباح كبيره برا في الدولار والحاجات دي، اذا جاي يبيعوا في السوق المحلي، السوق المحلي حيكون سعره غالي جدا. يعني هسه قبل اسبوع ولا 10 يوم كان سعر الشوال بتاع الانباز، والانباز ده شيء اساسي جدا في تغذية الأوقات وفي اللبن بالذات. الشوال بتاع الانباز ده كان ب 16,000، فجأة جات شركات، شالت شركات اجنبية صينية، المهم جات شالت الانباز ده، و
اشترته من السوق كله، عبته في سفن ودته فجأة من 16,000 في يومين، من 16,000 بقى ب 30,000. يعني ما ممكن يعني حاجة سعرها هيزيد 100% طوالي، وأنا شيء أساسي لي أنا، يعني مفروض أمشي طوالي اللبن بتاعي ده أزيده 100%، لكن اللبن ده أنا ما بقدر أزيده. اللبن ده بيشتغل بآلية بتاعت سوق، السوق ارتفع اللبن بيرتفع، ما بيهمه أنا اللبن كلفني شنو أنا ما كلفني شنو، ده ما دخل السوق. قد يجوز التكلفة تكون بسيطة والسوق عالي، السوق عالي نعم، وقد يجوز التكلفة عالية والسوق واطي، ده على حسب السوق. الآن الحاصل واللبن بيغلى لأن السوق كله غالي. الحاجة دي بيعرفوها الناس اللي بيشتغلوا في المنتجين. الطماطم دي سعرها لما يكون رخيص في السوق بترخص الحاجات الباقية كلها، يعني بترخص اللبن، بترخص اللحمة، بترخص البيض، بترخص الحاجات المنتجة دي كلها لما سعرها يكون واطي، لأنه دي وجبة تكلفتها واطية الناس كلها بتلجأ لها. يعني الدول بيشتري له كيلو طماطم ب100 جنيه ب150 جنيه، يشتري له معه شوية دكوة كده بياكلوا خلاص، الشعب السوداني داري ياكل، يعني الناس بأبسط التكلفة دارين ياكلوا. طيب لما نحصل والطماطم ده يمشي من أسي زي ما حصل الآن، الطماطم الزيادات اللي السابقة ب1500 جنيه كيلو الطماطم، فهم قوة في الحالة دي طوال حيرجعوا لحاجة تاني للبن عشان الزبادي عشان الروب عشان كده اللبن أخفى، يعني رطل اللبن ب 350 لما نشيل ويعمل برضو نفس النظرية، تكلفة أقل للوجبة، فهم بيقوموا يلجوا للبن، الإقبال على اللبن بيزيد، السعر بتاع اللبن بيزيد. فالقصة بتاعت اللبن دي أصلا ما في علاقة، المنتج ما عنده أي علاقة بها، ما عنده أي علاقة بسعر اللبن ده، بالعكس مرات بيتظلم فيه ظلم شديد جدا جدا، لأنه هو بطلع والسوق مليان، والله مرات بيدفقوه ما يكون عندهم ذاته طريقة بيع، بيبوظ بيرجع، ومرات بيكون اللبن سعره كويس وهو على قلبي يغطي لهم حاجات كويسة على حسب وجوده في السوق، لكن يعني المنتج ما بيقدر يتدخل فيه نهاية، يعني ما بيقدر يحدد سعره، ما بيقدر يقول بي كده ولا كده اطلاقا. نحن ذاتنا بنسمع بسعر اللبن من السوق، يعني انا بكون في المزرعة بقول لي والله ياسي سعر التمنة في السوق بيقى ب3,000، بجي طوالي الزول اللي بيستلم مني بقول له والله سعر التمنة بيقى ب3,000، يعني انا ذاتي بسمع بسعر اللبن في السوق. يعني السوق الآن هو المتحكم في المسألة. أيوة. أكثر من المنتج. أيوة المنتج أصلا ما بيسعر اللبن ده ولا عنده علاقة، لا 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 منتج لا غرفة، لا اللبن ده بيحدد السوق ده، قلت لك أنا المنتج بسمع بيه إنه في السوق أصلا، أنا بسمع منك أنت تقول لي بيقى ب400 بيقى ب500، بضرب لي كل يوم الصباح تلفون من جريدة يقول لي والله اللبن بيقى ب500 جنيه بيقى لي، أنا عارف إنه تكلفة اللبن عندي عالية جدا. نعم. فلما يزيد ده ما بزيد مني أنا، بزيد معناته في السوق بيقى قليل، معناته في السوق بيقى ناتج في ندرة، عشان كده بيزيد. فهم بيفتكروا انه زاد من يعني، لكن اساسا انا اللبن ده تكلفته عندي عاليه وانا ببيعه بغطي بحاجات ثانيه، اغطي بعجول، اغطي يعني ما في ارباح في انت في في, في البقر ده بالذات بتعمل شنو، انت بتحاول تكبر قطيعك وهي دي ارباحك اللي هي بتكبر راس مالك. نعم. لكن عشان تربح عن طريق زياده الاسعار ما في ارباح كده، ما في اللبن بيبقي لزول غني ولا في تربيه ابقار بتبقي لزول غني. نعم. لكن هي ممكن تزيد قطيعك، يكبر راس مالك غصبا عنك، لانه حتليت وحتضطر انت تاكلها، تقابض بجاي، تجيب بجاي كده، بتمشي امورك، راس مالك بيزيد غصبا عنك. لكن عشان تربح ارباح وقتيه وكده، والله اللبن الليله ربحني، ما بتحصل. نعم. ما بتحصل يعني الا مصانع الالبان ومصانع ممكن تكسب، لكن المزارع مهما كانت ضخامتها ومهما كانت كبرى فيها عندها صعوبه شديده جدا في انها تكسب. بيزيد عدد ابغارها، بيزيد المساحه بتاعتها كلها في الجبل، لكن ما بتلجا لزياده الرابح، يعني راجع ربح مادي ملحوظ ما في. خلينا نجيب أستاذ محمد على الصعوبات والمشكلات التي تواجه القطاع الآن بجانب تكاليف الإنتاج وانعدام الفاكسين. طبعاً نحن عندنا 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 طريق مفتوح مع وزارة الثروة الحيوانية، ونحن بنمشي لهم طوالي وبنقابلهم باستمرار، بس أنا قلت لك أذن 5 مرات قابلناهم في الفاكسين وفي منطقة، وهم دائماً بيوعدونا، لكن وزارة الثروة الحيوانية مربوطة بوزارة التجارة، مربوطة بوزارة المالية. نعم. مربوطة بالوزارات دي. فوزير الثروة الحيوانية لما نحن نجي نقول له يا أخي والله الأنباس بيصدروه والعيش بيصدروه والحاجات دي بتصدر يا أخي يوقفها لنا عشان الأسعار تقل، هو ما عنده الشيء إنه يوقفها، لازم يرجع لوزير التجارة ويرجع لمجلس الوزراء،
فهو في الحته دي مجلس الوزراء بيعاين للمصلحه بتاعت الحكومه، شنو يعني دارين دولار دارين شنو تصدروا. ما بنقدر نجيب والله ناس اللبن ياكلوا نارهم بطريقتهم يعني، ما بنقدر نوقف لهم التصدير. احنا محتاجين دولار، محتاجين دولار لحاجات كثيره، لادويه، لوقود، كان لحاجات زي دي واضحين كان يعني الناس ديل دارين دولار يجيبوا وقود، دارين دولار يجيبوا أدوية، دارين كده. فما مهتمين كثير إنه المواطن يشتري اللبن بكم، أو إن إحنا نجيب الأنباز ولا نجيب العلف بكم، دي ما كانت اهتماماتهم. في حاجات تانية، في أولويات أكبر مننا إحنا كانت، فعشان كده ما كان في اهتمام لنا. والوزير بيبدي دائما الروح الطيبة وبيحاول، لكن ما في، ما عنده يعمل إيه يعني، دي إمكانياته كده. ده اللي بيحصل. للاسف الفاكسين ده، الفاكسين ده قروش بتتحول بتجي يعني، بيجي الفاكسين كينيا دي بتعمل الفاكسين ده وبتجيبه لنا كل سنه يعني. الموضوع ده ممكن يحصل في دقيقه يعني، يرسلوا قروش ويعملوا لهم الفاكسين يجيبوا لنا، احنا ما في مشاكل زي ما كان بيجي يعني. لكن المشكله بقت وين القروش، وين وتجي من وين، ويجيبوا القروش من وين، وصدقوا من وين، داري لهم كم مليون دولار بتاع. فدي مشكله بقت. عشان كده اول ما القصه يبقى فيها قروش طوالي بتجيش. نعم يعني عدم التنظيم وعدم وجود سياسات يعني واضحه ربما يكون سبب، وما في ميزانيه واضحه ذات يعني وزاره الثروه الحيوانيه عشان تشتغل لنا الشغل ده. يعني وزاره الثروه الحيوانيه بتقول لك انا ما عندي قروش. ما عندي قروش معناتها، ودي اكثر حته المفروض يكون عندها ميزانيه اكيد، واكثر حته المفروض تدعم، لانه البلد دي ما بتقيف الا على الحيوان والزراعه اكيد. لكن للاسف الشديد دين منتهين، ما شغالين بهم خالص. ونحن المفروض كل شيء نخليه ونشتغل بالعندنا، لكن احنا شغالين بالما عندنا ونخلينا اللي عندنا زي ما بيقولوا في الهواء ساكن. نعم يعني ماذا عن الصعوبات والمشاكل الاخرى استاذ محمد؟ يعني هذا القطاع ظل ولا يعني زال، لا زال حتى الان يعني يعاني، كل عام تظهر يعني ازمه جديده. يعني الان ماذا هناك من صعوبات وتحديات؟ والله يا للاسف الواحد يعني دائما بيجي يتكلم عن الصعوبات يعني والمشاكل. الحكايه تكررت وتكلمنا كثير يعني. ونحن مشاكلنا واضحه ومشاكلنا حلولها واضحه. وما يعني نحن مشاكلنا، انت التغذيه بتاعت الحيوان ده دي المشكله الاساسيه بتاعتنا. نحن المفروض كل ما تغذيه الحيوان ده كانت متاحه وسهله، كل ما الحيوان كان صحته طيبه وكان متطور وكان زايد وانتاجه كويس ونحن كنا مرتاحين. لكن نحن من يعني من فتره طويله جدا يعني الشغل بتاع البقر ده كل يوم ماشي متدهور ماشي متدهور ماشي متدهور، وما في اهتمام، ما في زول مهتم بيه يعني. حقيقه ما في زول مهتم بيه. ف كل يوم يزيد البنزين، يزيد الجاز، تزيد الكهرباء، والحاجات دي مؤثره جدا يعني. حسب قطعات الكهرباء دي زمان نحن في المشاريع ما بيبرمجونا، اصلا مبرمجين يعني. ممكن انت تكون زارع وكهرباء ما تجيك ومويه ما تلقى والجاز تتبهدل، القشه اللي زرعته ده يموت. فمشكله يعني بقت الحته بقت ضيقه خالص يعني، بقت ماشيه علينا نحن وماشيه على ايه؟ ماشيه على اي حته هي بالحقيقه، ماشيه على اي حاجه. اضافه ما في حلول يا استاذه والله ما في حلول. يعني إضافة إلى ما ذكرت بجانب أزمة الفاكسين، يعني أطلعنا على الموقف الآن وهناك تحذيرات من انهيار القطاع، هل هذا صحيح؟ والله ما هو الـ 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 الواقع اللي قدامنا بيقول إنه ما في يعني ما في حاجة يعني ما في. نحن ما شايفين حاجة، زي ما بيقولوا ما شايفين نور في آخر النفق. النفق يعني ما شايفين أي حاجة. فهنا إحنا بنجتهد. وبعدين الناس بتاعنا الأبغار ديل بالمناسبة من فترة طويلة جدا بيجتهدوا بنفسهم يعني. يعني بنفسهم يعني انت زي ما بقولوا بطريقتك تتصرف، ما في زول بيدعمك، ما في زول كده. يمكن يجوك تاني، يمكن يجي يشيلوا منك يقولوا لك كده، وشايف هسه بيقولوا دايرين يعملوا لنا ضريبه. نحن معفيين من الضريبه ومعفيين من الحاجات دي، تشجيع للاستثمار بتاع الزراعه والحيوان كده. شايف هسه بيفكروا انه يعملوا حاجه زي دي، هم ذاتهم دايرين ينتهوا من الحته دي، ما عارف الفكره شنو يعني. نعم بدل يساعدوك بيحاولوا ينتهوا منك يعني. نعم بشكرك كثير أستاذ محمد عثمان عوض الكريم رئيس غرفة الألبان، شكرا على حديثك الواضح وعلى الشفافية والصراحة، وكنت ضيف عزيز علينا اليوم في معايش وفقرة قضايا وقضية الأسبوع، كنا مع قطاع الألبان وانعدام الفاكسين. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ويا إن شاء الله ربنا يسهل الأمور، تسهل علينا وعليكم، تسهل على البلد، تسهل على قطاع الألبان وعلى جميع القطاعات إن شاء الله يا أخي. ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا. بلدنا دي بلد موعودة والله، بلد فيها شيء كثير، لكن نعم.
داير الناس اللي بيحركوها، بس ان شاء الله نلقى الناس اللي حركوها ان شاء الله الناس تلاقيها. شكرا لاستاذ محمد، وشكرا لكم انتم مشاهدينا. بلا شك نتواصل معكم في معايش وفقرتنا القادمه نقف في ظواهر اقتصاديه، واليوم نتعرف على ظاهره التضخم الانفجاري. نتابع سويا نحن وانتم، كونوا لنا مشاهدين.